تيصدم علينا. علاش القانون هو هذا؟ علاش هاد التجاوزات؟ علاش شي تيغطي على شي؟ المصلحة تمد، كل واحد تيقد القانون على حسب قياسه، مرة لارج مرة اكس لارج مرة سمول، كل نهار رزقه. اذا انت واحد اللي ما عجبو شي حاجة تيعاودها. بعد معاناة اقفال سنتين واللي ضرات كثير بقطاع وكالة الاصفار، هاد وكالة الاصفار اللي ما تلقات حتى شي دعم مع الاسف في ظل جائحة كورونا، الا 2000 درهم اللي كانت للشغيلة فقط، يعني لم نعفى من الضرائب، لم كمقاولات لم نتلقى اي دعم. غادي يقولوا لي تعطى الاعفاء من الفوائد البنكيه، غنقول لهم شحال ديال وكالات الاصفار اللي كانت واخده القروض، وهل البنوك اصلا عطات القروض لوكالات الاصفار؟ لانك انت تعتبرنا اننا قطاع هش. هذا هو المشكل، يعني هذاك الإيفاء من الفوائد كانت لواحد الفئة قليلة من وكالات الأصفار. هاد وكالات الأصفار لماذا كل يوم بعد يوم تنحسوا أنها مع الأسف تهمشات، أنها ما عندهاش اللي يدافع عليها، أنها تنحسوها أنها بحال لا حنا بغينا يعني نحيدوها من المنظومة السياحية. احنا كل قطاع عنده ممثلين ديالهم، بالنسبة لوكالة الأصفار كيف ممكن تكلموا على الممثلين ديالهم؟ هذا بيت القصيد، أنه حيت غنهضروا على التمثيلية تمثيلية وكالة الأصفار، حنا غادي نهضروا أن القانون المنظم لوكالة الأصفار يحط على تمثيليات مهنية ضرورية، يعني انه اي وكيل اصفار خصو يكون عضو في الجمعيه الجهويه ديال الجهه ديالو، وهاد الجمعيات منضويه تحت فيدراليه وطنيه للجمعيات الجهويه لوكاله الاصفار. طبعا الفيدراليه مكونه من جميع الجهات المغربيه اللي هي تتمثل وكاله الاصفار. مع الاسف احنا الفيدراليه الوطنيه للجمعيه الجهويه لوكاله الاصفار فيدراليه مع الاسف غير قانونيه، ولا يعني وهذا الشيء يعني بفرض القانون ماشي شي حاجه تنهضروا معاها عليها عن فراغ، حيت نلقاو فيدراليه ما تموش فيها انتخابات قانونيه من ديسمبر 2015، تم تعيين وبقات حتى 2018، حتى ديسمبر 2018، ومن ديسمبر 2018 وهاد الفيدرالية تتخبطوا في لا مشروعية، ما عندها حتى شي مشروعية. جينا درنا واحد الجمع العام فين مشى الرئيس السابق اللي هو يعني هذاك التصرف ديالو لا مسؤول، حنا رجعنا في هاد المشاكل، مشى من غير ما ينظم انتخابات، انه مشى حط الوراق ديالو مشى بحاله، لا تقرير مادي لا تقرير ادبي لا حتى شي حاجه، مشى بحاله من غير ما ينظم انتخابات. جينا قلنا اودي ما كاين مشكل، غنديروا فتره انتقاليه لمده 6 اشهر وغادي يجي واحد الرئيس عينه لمده 6 اشهر، صافي هذا الرئيس بقى المده ديال هادشي كان في 2018 2019 كلها احتاجت الجائحة كورونا، وبقى الحال على ما هو عليه. قبل ما تسال الجائحة في اكتوبر ولا في 13 اكتوبر 2020 هاد السيد جا استقال وقال له ودي حنا هاد المكتب غنمشي بحالنا لظروف صحية لظروف كذا وكذا، وقلنا ما كاين مشكل، هاد السيدة يكلف الله نفسا الا وسعها، وجات قلنا غادي نديرو واحد فترة انتقالية اللي هي تقررت في واحد الاجتماع اداري مجلس اداري كان في الدار البيضاء، وانه قد عين رئيس الجمعيه الجهويه لفاس مكناس باش ياخذ واحد الفتره انتقاليه للتحضير للجمع العام الانتخابي في مده
لا تتجاوز 1 ديسمبر 2020. يعني هاد السيد هذا جا مع واحد المكتب يعني صغير اللي كان فيه كاتب عام وكان فيه امين مال عام ورئيس. يعني جاوا هذوك الناس، ثلاثه د الناس جاوا باش يديروا فتره انتقاليه التي لا تتعدى 1 ديسمبر. وبقى هذا الحال ليومنا هذا، لا دارت انتخابات، لا تعطاتنا مشروعيه، حتى حاجه ما دارت، بالعكس تشتتنا اكثر ما تجمعنا. رجع كل تيجر من جهته، وطبعا الا كنتي معارض غادي تخرج من الحلقه وغادي يخرجوك. هنا احنا تقصينا كجمعيه الرباط، تعرضت لكثير من الضغوطات في شخصي كرئيسة جمعية، وهذا الشيء غادي ما نهضرش على المسائل الشخصية هذه بوحدها، ولكن نهضر على جمعية الرباط اللي تقصات من جميع الاجتماعات، من جميع القرارات. علاش؟ لان ود قلنا هذا الشيء ما هوش، هذا الشيء خصنا نديرو انتخابات، خص هذا الشيء ياخذ واحد الطريق. ما جينا لا نعاودو القانون، ما جينا لا نفصلو، لان حنا كل واحد يجي تفصل القانون على حسب دماغه. القانون كان موجود، هاد الناس اللي جاو كانت لا تتوفروا فيهم الشروط، جاو قدوا بغاو يقدوا هذاك القانون على حساب داكشي اللي هما، لان حنا تنعرفوا انه اللي بغى يكون رئيس خصو يكون عنده الوكاله ديالو تكون في 10 سنين، وانها يكون هو عنده الحصص الاكبر في الوكاله ديالو. وهذا الشيء هذا كان لا يتوفر في الرئيس الانتقالي والرئيس اللي جا باش يدير هذيك المده الانتقاليه، اذا جلس باش يصاوب هذا القانون، باش انا قلت كل واحد تيقد القانون على حساب قياسه، مره لارج مره اكس لارج مره سمول، كل نهار رزقه. اذا حتى واحد اللي ما عجبو شي حاجه تيعاودها مع الاسف. وبقى الحال حتى لدابا. علاش؟ خروقات ما لها اول من اخر. غادي نبداو بهذا الخرق الاولاني، غادي نبداو داروا اجتماعات وتعطاو اوراق ما عندها حتى علاقه بارض الواقع، وهذا الشيء كله راه هو في ملفات ممكن تطلعوا عليها. غادي نلقى واحد النهار عينه رئيسا لغايه فبراير 22، وغادي نلقاو قادمته خيبه، وكل نهار في هذاك في نفس التاريخ عينه، وفي نفس التاريخ انتخيبه، وفي سنت واقول لنا شي حاجه نيشان، واش عينه انتخيبه ولا هو رئيس فعلي ولا اي حاجه. غادي نلقاو 11 مارس 2021 فيه نفس الشخص عينه ونفس الشخص انتخيبه ونفس الشخص رئيس فعلي، وغايقولوا لنا شو وقع في هذا الاجتماع هذا. احنا بغينا غير نعرفوا، وان هذا السيد هذا سنى اتفاقيات باسم غير اسمه مع الاداره العامه للضرائب. وهنا تنطلبوا من الاداره العامه للضرائب انها تحقق من هذيك لا كونفونسيون اللي هي تسنات نهار 15 ديسمبر 2021 ولا 2020، 15 ديسمبر 2020، تاكد من شخصيه هذاك السيد اللي سنى هذيك لا كونفونسيون ولا ديك الاتفاقيه، شكون هو اللي سناها وشنو هو محله يعني لهذيك الفيدراليه، واش له وجود ام ليس له وجود. هذه اولا. ثانيا تيحضر تيتكلم باسم المهنه، انا هنا كوكيله اسفار قبل ما نكون رئيس الجمعيه تنقول له اسيدي انا ما وكلتكش عليا تهضر عليا، انت انا ما انتخبت عليك، ما صوتت عليك، ما درتي انتخاب، ما درتي والو، شكون عطاك الحق تهضر عليا ولا على غيري؟ انا كوكيله اسفار، من غير انني انا كوني كرئيسة جمعية، الا انا كوكيلة اسفار تنقول هاد الهضرة، اذا هاد الهضرة تيقولوها الناس كلهم اللي هما ما تيعرفوش هاد السيد كرئيس فيدرالية، لان لم يتم انتخابه ولم يتم التصويت عليه، واصلا ما كانش كاع جمع انتخابي لا من قريب ولا من بعيد. علاش هاد الخروقات كلها؟ وتنطلب السيده وزيره السياحه تنقول لها الا انت تتقبلي واحد السيد اللي واش عندك عليه شي ورقه؟ عندك جايب لك على الاقل واحد توصيل من السلطات المختصه انه رئيس فيدراليه؟
وهاد الناس الكونفدراليه اللي هو غادي معاهم جاي معاهم، شنو جبتي لنا سيدي مبقاو تمشيو نمشي مع الكونفدراليه؟ جبتي شي حاجه لهاد وكالات الاصفار؟ ما شفنا والو. الا نتوما جبتو شي حاجه حنا ما عارفيناش الله اعلم، ما حنا كوكاله اصفر ما وصلنا حتى حاجه. من غير الدعم ديال الشغيله حنا مازال تنقولوا ونعاودوا، و2000 درهم بالله عليكم واش هي كانت كافيه؟ الحمد لله عليها فكات مشاكل فوق الاوقات الحرجه. راه كل واحد تصرف حسب امكانياته باش ما يخرجش هاد ولاد الناس للزنقه. فين هي الفيدراليه؟ شنو جابت لي؟ جابت لي شي اعفاء ضريبي؟ جابت لي اشو؟ جابت لي شي دعم مادي؟ علاش الفنادق حنا كلنا عرفناها راه خدات دعم مادي مهم جدا. قالك علاش؟ لان ما الفراش تاكل والكوزينه ما بقاتش خدامه والحمامات خسروا لهم الروبينيات، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي كله حنا ما عندناش فيه مشكل، مرحبا ونهار كبير. ولكن هذاك واكل الاصفر راه نهار حل لاجونس ديالو راه ما بقى عنده صفر درهم. راه كاين ناس مساكين اللي باعوا حوايجهم، اللي باعوا اللي راه في حاله مزريه. واخا اذا شنو جبت لنا الفيدراليه؟ شنو دفاع الفيدراليه؟ عطيني شي حاجه ملموسه. حنا ما تهضروش غير في الهضره الخاويه، لا انا بغيت الملموس. ياك حنا دايرين دابا لقاء صحفي ولهم حق الرد ياك سيدي، يعني حنا تنهضروا ولهم حق الرد، حنا ما عندناش مشكل. كيفاش تتعاملت مع وزارة الداخليه من حيث منح وترخيص؟ هذا هو السؤال. يعني هو اصلا ما كاينش ترخيص، هو اصلا ما كاينش ترخيص كرئيس فيدرالي لا ترخيص. تم انتخاب هذا السيد هذا نهار 10 يونيو 2022 كولايه ثانيه في الجمعيه الجويه لمدينه فاس. بالله عليكم هذا السيد يقول لك انا رئيس فيدراليه، اه وكيف تم انتخابك لولايه ثانيه في جهه فاس مكناس؟ وان القانون في الفصل 17 القانون الاساسي للفيدراليه ينص في الفصل 17 ان الرئيس لا يحق له ان يترأس عده جمعيات في وقت واحد. ما يمكنش خاصو نهار يرجع رئيس فيدراليه يحط السوارت. اذا هذا السيد هذا واش رئيس فيدراليه؟ واش رئيس الجمعيه دفاس؟ اذا هذا راه خرق للقانون على عينك من عدي. زعما اللي ما عجبوش الحال يتحرصوا مع حيط، راه ما يمكنش. ارسلت وزير الداخليه توجهنا بخطاب السيد وزير الداخليه هاد ما عند واحد اسبوع وتنتسناو ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير، لان هادشي راه ما يمكنش. هادو مصالح الناس، راه مصالح قطاع على قدو، راه مصالح ديال 1400 ولا 1500 اجونس دو فواياج ولا اكثر، راه مصالح الناس اللي خدامين حتى لاين. علاش الكونفدراليه مغطيه عينيها مغمضاهم على هاد السيد هذا؟ واش بالله عليكم في واحد ليكرون كبير تتقول ليهم لا عندي الوصل ديال السيد الرئيس السابق ولكن هذا هو الرئيس ويسلفوا لكارت ناسيونال مثلا؟ هادو تيتسالفوا لي غوسو ولا لي ريسيبيسي ديال السلطات المختصه. كاينه هادي نبقاو تنهضروا؟ لان الا جينا نهضروا في القانون المنظم للكونفدراليه انه الرئيس ديال الكونفدراليه لا يحق له الجمع بين منصبين حتى هو، لا من قريب لا من بعيد، وهذا في الباب الخامس من القانون المنظم للكونفدراليه. اذا كاين شي تواطؤ بين الجمعيات اللي نتوما منضويين تحت هذا اللواء ديال هذا الكونفدراليه؟ يا ربي كون كانوا هي تيهضروا، حنا عرفناهم واش متفقين واش متواطئين واش عجبهم الحال ما عجبهمش الحال او علم. اذا ما كاينش شرط الفعل مادام ما كاينش شرط الفعل، ولكن حنا ماذا تنزيدوا وتنشوفوا ان الخطوره واصله لينا غدا حيت غادي يجي يطبق عليا القانون 11 16. اذا هذا القانون عاد غنرجعوا في المشاكل. احنا غادي نهضروا في واحد المشكل حنا عرفناه كامل في رمضان ديال هذا العام، انه الناس حطوا طلبات عند الخطوط الملكيه المغربيه باش يديو المجموعات ديالهم، حطوا بحال كل عام هذا هو يعني العاده المعروف بها من نهار تنعرفوا هذا المهنه، حيت يقرب رمضان ولا واحد 3 شهور 4 شهور قبل رمضان وكاله الاسفار تتجه لشركه الطيران المباشر او الغير المباشر والشركه الوطنيه حتى هي، وتيحطوا ليهم واحد الطلبات ديال المجموعات، تعطيونا الاسعار ومن بعد تيقرب رمضان تيشوفوا الطلب على حسب الاماكن المطلوبه، اما تيحطوا طيران اضافي ولا اما تيفوزوا على حسب المقاعد اللي عندهم. اذا بهذا العام حنا تنتفاجئوا ان الخطوط المغربيه قالت ربي انا ما عنديش الطيارات، والناس بايعين ومسالين ورجعوا في موقف لا يحسدون عليه.
وقريت دات مشاكل وانا كاين اللي مشى مشى الحبس، كاين اللي مرض، كاين اللي باع حوايجو، كاين اللي تسلف. فينا هي الفيدراليه؟ كاين اللي هرب. اذا فينا هي الفيدراليه والدور ديالها؟ علاش ما ضرباش الطبله مشات الخطوط المغربيه ومشات كزات قالت لهم اللي حلوا لي هاد المشاكل؟ انت هي انت هي الشركه الوطنيه والناس كما تنقولوا واحد المثله مغربيه، حيت يطيح شي واحد يهزوه مالي ما تيهزوش شي حدا اخر. انا ما مشيتش ندق على الخطوط الاجنبيه، ندق على الخطوط المغربيه. فين هي قوه الفيدراليه اللي ما مشاتش حلات هذا المشكل وخلاتو تيتفاقم؟ حتى رجعوا تذاكر الطيران وصلوا في السوق 16 17 18 الف درهم. علاش؟ فين هي دور الفيدراليه مثلا؟ هذا غير مشكل حنا وقعنا فيه. بالنسبه للخرق القانوني واش كاين شي مسلك قضائي؟ مشيتو للمحكمه؟ مشينا للمحكمه لان باش نقولوا لان اتخذت شخصي كشخص انا تخذت في قرارات انه منعت انني اشارك في الاجتماعات وما نبقاش نحضر لان الله اعلم اش درت. المهم شنا شو درت؟ الله اعلم. مشينا بقات هذه القضيه تتداول واحد السنه وواحد ثلاث شهور حتى 10 ماي 2022 اذا به افاجئ برفض القاضي للدعوه. ولحد الان حنا مازال ما توصلناش بالنسخه ديال الحكم اللي هو تحكم في 10 ماي 2022. اليوم حنا 21 ولا 22 جوان، هذه الشهر و12 يوم مازال تنتسناو باش نعرفوا التعليل. علاش حنا مازال تنقولوها ونعاودوا؟ الى هاد السيد رئيس الفيدراليه عنده ما يفيد انه رئيس الفيدراليه، اسيدي يجيبوا لينا، يجب لنا غير وصل من السلطات المختصه بالاسم المتداول لدى الجميع، لان حنا راه عندنا جوج ديال الاسماء متداوله، شكون فيهم الصحيح شكون فيهم الخطا؟ الله اعلم. اذا حنا تنطلبوا علاش هاد السيد هذا؟ الى سيدي انت قانوني وعندك الحق كاين حتى مشكل، له حق الرد، ما عندناش ما عندنا حتى شي مشكل. ومثلا نعاودو تنقولوها ورئيس الكونفدرالية كذلك، كيف يمنح وصل نهائي للسيد رئيس الكونفدرالية مع أنه لا تستوجب فيه الشروط؟ لأن هو السيد رئيس الكونفدرالية هو رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش ورئيس الكونفدرالية، والقانون يحط في الفصل الخامس أنه ما يمكنلوش يجمع ما بين مهمتين أبدا بتاتا. يعني ماشي حنا اللي انا ماشي انا اللي درت القانون ولا داروا شي واحد، القانون راه تلقيناه، راه ما لقيناش شكل اخر، القانون هو هذا. علاش هاد التجاوزات؟ علاش شي تيغطي على شي المصلحة من نقدروا نفهموا؟ علاش غنتشتو؟ علاش هاد لي زاجونس دو فواياج تيتهمشوا كل نهار تنحسوا راسنا اننا شي واحد تيزطم علينا؟ علاش اش درنا؟ علاش دائما الفاعلين الاخرين كل واحدة شخدة؟ علاش هاد وكالة الاسفار بوحدها ما خدات حتى شي حاجة؟ واش القانون ما كينصفكمش؟ تبع على ذكر هاد القانون اللي كيبداو الان القانون لا ينصفنا. انا حيت غايقول لي غادي نوسع شبكة التوزيع، نقول اش بغينا نوزعو؟ اش عندنا ما نوزعو حتى نبداو نوزعوه؟ علاش انا غادي يقول لي سيمتهن سيمتهن مهنة وكيل الأسفار زيادة على مهنته الأساسية؟ يعني أنني غدا غادي ندخل لفارماسي وغادي نلقى لي زاجونس اللي تبيع الدواء، هادشي لي دولي برون شري بروغرام، وغادي تمشي لعند السوبر مارشي أوكي، وغادي تمشي يمكن البنكة، وغادي يمشيو حيت غيدخلو رؤوس المال الكبيرة، فين غيمشيو هاد الصغار؟ يعني واش انا قد البنكات؟ حنا كوكالات اصفار قد البنوك؟ غدا اي بنك اللي موجود على الصعيد الوطني غادي يحل واحد البيرو غادي يدير فيه وكالات اصفار، وسير قول له انت لا غادي يحتاجني انا عادي يسني معايا ولا نسني معاه؟ راه هو عنده لو غيزو دو ديستريبيسيون ديالو، شبكه التوزيع ديالو كبيره بزاف، وزيد عليها ما يقاس على الابناك، يقاس غادي يزاد عليهم لي غون سيرفاس، المحلات التجاريه الكبرى، غادي ندخلوا في لي فارماسي، في لي زوبتيسيان، في لي ميدسان. او حنا فين غاديين؟
علاش حنا اصلا بغيتو ديروا شي اجر في هاد لي زاجونس دو فواياج؟ وجهوهم اطروهم ديروا لهم تكوين، رقاو بهم، طلعوهم شويه، عطيوهم دعم حتى هما باش يديروا لي بلاتفورم ديالهم، عطيوهم دعم باش يخرجوا يواكبوا مستجدات العالميه، ماشي تقول له توزيع الارجير لو ريزو دو ديستريبيسيون. اش من ريزو دو ديستريبيسيون فو فولي الارجير؟ قولوا لينا شنو هو اللي تيحميني انا غدا تقول لي انا دابا حياتي كلها 20 عام ولي 30 ولي 40 ولي عاد حل جديد، وجيت تقول له لا انت غدا ترجع انت بي وانت سي. علاش انا نهار عطيتيني واحد الرخصه عطيتيها لي نهائيه، ما تجيش تهضر ليها دابا انا لا لواني با ريترو اكتيف، لا القانون ما تيرجعش للوراء. عطيتيني واحد النقصه نهائيه، رخصه راه مكتوبه فيها رخصه نهائيه، عاد تجي تذكر معايا لا الا بغيتي ترجعي ا بغيتي ترجعي بي بغيتي ترجعي سي. علاش شنو المغزى والمفهوم من هذا الشيء؟ لاجل من يحاكوا هاد السيناريو هذا؟ انا كاينه لا فيدراليه لا كونفدراليه. واش الكونفدراليه هضرنا معاها وصيفطنا لها واش مشات هضرات علينا جابت لنا شي حاجه؟ الا هضرات علينا على الاقل الناس يمشيو للاجتماعات، بعد الاجتماعات الناس يجيو تيقولوا درنا، ها شنو درنا؟ تيعطي واحد التقرير للاجتماعات، حنا راه ما تيوصلنا والو، لا تقرير اجتماع مع الوزيره، لا تقرير اجتماع مع اي كان، هاد الناس هادو هادي واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا كذا، مشاو هاد الناس هادو قالك اسيدي مشاو لترويج السياحه مع المكتب الوطني للسياحه، مشاو لباريس، مشاو نيويورك، مشاو ما عرف فين، دابا عاوتاني نفس الاشخاص، نفسهم هما عاود مشاو لليسبون مشاو للبرازيل. واش هاد الناس بوحدهم هما اللي كاينين؟ حنا ما عندناش لي جون، ما عندناش النساء، ما عندناش. انا تنسائل وتنسول السيد رئيس الكونفدراليه يوم تم انتخابه في مراكش جوي اللي فات تقريبا، هذا يكون عام دابا، كان معاه واحد السيد وكيل اصفار هو اللي كان لو بينوم ديالو، هو اللي كان معاه فينا هو هاد السيد، حنا اللي ما بقيناش شفناه نهائيا. علاش هاد السيد سيدي ان جون الي مانيفيك، واحد الولد زوين وقاري ومؤدب، علاش ما تنشوفوش في هاد المحافل ديالكم؟ علاش ما تيمشيش معاكم في هاد السفريات؟ علاش ما تيحضرش معاكم في الاجتماعات؟ هو وكيل اصفار ومنتخب وتيحمر الوجه، واخا ديو معاكم دعموه كاطار جديد في العمل الجمعوي، ماشي تهمشوا ما بقيناش نشوفوه. بالله عليكم الا لقيتو شي تصويره حاضر فيها هاد السيد ها انا، ما كاينش. كانت واحد الفعاليه نهار الجمعه فينا هو هاد السيد هذا ما شفناهش، الاجتماعات ديال المجلس الاداري ما شفتوش، انا ما شفتوش، انا ما عرفتوش، لقيتو جالس ايها الناس، ماشي الناس جالس، هو نائب الرئيس المفروض يكون جالس حداه، هو يدو اليمنى ولا جبتيه غير باش دوز به انتخابات؟ فينا هو؟ علاش هاد السيد ما عنده راي، ما عنده كلمه، ما عنده حتى حاجه؟ انا ماشي ندافع عليه، ولكن هذا واقع، ولا حيت هو واكل اصفر غادي نمشوه وغادي نديو معانا واحد غير قانوني ما عندوش توصل نهائي كرئيس فيدرالي؟ علاش